هذا الهجوم العنيف على العقيدة الإسلامية اليوم يجب أن نحيي علم الكلام من جديد، ولكن ليس علم الكلام القديم، ولكن علم كلام جديد لا ينطلق من اعتزال ولا ماتوريدية ولا أشاعرة ولا إمامية ولا ولا ولا، ولكن ينطلق من الحياد والموضوعية، مقرون أيضا بالعلوم الكونية الفيزيائية، مقرون أيضا بتجديد الألفاظ والمصطلحات، تجديد القوالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل المعدوم شيء؟ طبعا أي مسألة أثيرت لأنه تتعلق ب يعني يبنى عليها مسألة البعث بعد الموت، البعث الأجساد بعد الموت، اللي الخلاف اللي صار بين المتكلمين وبين الفلاسفة. طبعا هي يبنى عليها ذلك، وإن كان النافي لكونه شيئا والمثبت لكونه شيئا بالنهاية كمان يعني ممكن أن يثبت البعث بناء على هذا أو هذا، سنأتي عليها في دروس في موضعها. هل المعدوم شيء؟ طبعا الأشاعرة والماتوريدية يقولون المعدوم ليس بشيء مطلقا وليس له ثبوت ولا غير، معدوم يعني ما في شيء له وجود أبدا، صفة الوجود منفية عنه بالمطلق، وما في أي شيء يعني لا له تحيز ولا تميز ولا ذهن ولا خارج ذهن ولا داخل ذهن. المعتزلة قالوا لا هو شيء. طبعا هي مسألة، هي على فكرة فيزيائية، هي مسألة فيزيائية، وتتفاجؤون إذا قلت لكم إن العلم الفيزياء الكونية الحديث يثبت قول المعتزلة، شو رأيكم؟ إلى الآن ما بنعرف، لأنه العلم يوما بعد يوم عم يصير تطور وتغيرات، بعضها طفيف وبعضها جليل. الخلاصة المعتزلة هو شيء لأنه حاصل بالذهن، على ما دام موجود بالذهن ولو كان ما له ماهية خارجية، مصداق خارجي، لأنه أنت ممكن أنت يعني بذهنك تتصور موجود هو ليس موجود في الخارج لكن في الذهن. إذا أنت هلا بتتصور ابنك بعد 40 سنة، وين ابنك هلا؟ بعد 40 سنة مثلا حفيدك وينه؟ موجود ولا معدوم؟ عم بسألك. هذا في شيء قدامنا صار، أخوي صار عنده أولاد من 1000 سنة عم يجيب أولاد، فهذا أمر طبيعي، واحد يتخيل إنه يجي يوم يكون عنده أولاد. تمام. بس الشيء المعدوم ما أنا موجود. أعطيني مثال. ما يكون إنه معدوم ما في مثال. لا ممكن وهما وذهنا. ممكن أنت تتخيل معدوم، ماشي ممكن. فلذلك ما دام ممكن في الذهن أن يكون له تصور، قال إذن هو موجود، موجود، لكن هذا الوجود ليس وجودا كاملا، بيعترفوا، ما بيعترفوا أنه ليس وجود كامل، وجود وسط. يعني لما يكون المصداق الخارجي شو بيصير؟ بيصير وجود كامل. ما دام معلوما كمان خلص، معناته هذا ممكن انه يعني يسمى شيء، يطلق عليه شيء. طبعا الفلاسفه يقولون هو ليس بشيء، وبنوا عليها مساله عدم بعث الاجساد بعد الموت، والمجسمه يقولون ليس بشيء. نحن قلنا يبنى عليها ذلك، لكن مع ذلك ممكن انه يبنى على من يقول شيء. المعتزلة بيقولوا بعث الأجساد، هم يقولون العدم، العدم شيء، والأشاعرة ما تريد يقولون على بعث الأجساد ويقولون العدم، لكن يعني من الأمور التي يعني يحاولون أن يبنوا عليها، إن شاء الله ستأتينا في المستقبل إن شاء الله. طبعا المسألة في لها أهمية، ولا سيما اليوم يعني
اللي تيح